اخبار اليوم. في حضرتك برامج مسابقات بتيجي بيبقى كاتبين دايما في اخر الاعلان تطبق الشروط والاحكام. سالنا ناس كتير اصلا ما عندهمش فكره يعني ايه تطبق شروط الاحكام، ومش فاهمين وايه لازمتها اصلا في الاعلان، وفي اعلانات بتيجي من غيرها. هي شروط الاحكام اكيد اللي بتبقى موجوده في حسب عقد الاتفاق المنصوص عليه في البنود بتاعته، بس هي دي ده الوضع يعني. شروط ان هي احكام القوانين ايا كانت اسماء هذه القوانين، والشروط الموجوده في المواصفات القياسيه لاي سلعه لها مواصفات قياسيه بتطبق عليها وبتصنع وفقها، بس ده الموضوع. في الاعلانات بقى في كتير منها بتكتب بتنشر كده، ومش مجرد اغلب الاعلانات اللي على القنوات اللي هي بتاعت التلفزيون الافلام والحاجات دي تكتب كده، انما ولا بتطبق احكام ولا بتطبق اللوائح. ده المفروض ده بيجي في وسائل الاعلام، المفروض بيبقى واخد مر بيمر على الضرايب المفروض، ويمر على جهات رقابيه عشان برضو الدوله تبقى عارفه ايه اللي بيحصل. ادي الشروط والاحكام، ويكون لو في تامينات وزاره الشؤون الاجتماعيه تكون واخده موافقه في بعض المسابقات المفروض. لا شروط ولا احكام، ده كل الاعلانات اللي انت بتشوفها على التلفزيون دي غلط. ما دام اعلان فيه مغرض بس تطبق شروط الاحكام دي، يعني معناه داخل في احكام وطبيعه قوانين. الحقيقه ان البني ادم يعني مش كل واحد عنده فكره عن حكايه الاحكام وشروطها وتطبيقها، فلازم يكون في احكام معينه انا مرتبط بيها عشان احكم عليها. الشروط والاحكام وفقا للبرنامج او وفقا لاي حاجه، السن مثلا او مثلا اتجاهها السياسي او كده. يعني اعلام او اعلام موجه للجمهور ليه ضوابط معينه وشروط معينه بيلتزم باحكامها، اذا اخلت حسبه تطبق بالشروط والاحكام. انت بتضحك ليه؟ طب استغربني اول مره ما شفتش متابعه.